لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فما زلنا مع الإيمان بالله باليوم الآخر، وهذا أصل من أصول الإيمان. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة. الأشراط أي العلامات. قال الله سبحانه وتعالى: فأنى لهم، قال: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد جاء علاماتها. فالله عز وجل جعل علامات بين يدي الساعة. هذه العلامات منها صغرى ومنها كبرى. هناك علامات حدثت ومضت كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس والفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم اجتماع الأمة بعد ذلك، ومنها قتال الترك، والترك هم التتار، ومنها فتح القسطنطينية، ومنها أيضا النار التي تخرج في أرض الحجاز تضيء منها أعناق الإبل ببصرة، وهذه قد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن الأشراط ما يقع ويزداد، يعني وقع وما يزال يزداد، مثل الفتن التي تقع بين المسلمين فيكثر القتل، وكذا كثرة الزلازل وقلة العلم وكثرة الجهل، فشو الجهل، يفشو الجهل بالدين بين الناس، وكذا انتشار المنكرات والفواحش. وظهور تبرج النساء ووقف الجزية. فهناك فتن وقعت وما زالت. وأشراط الساعة منها الصغرى، منها من لم يقع كانحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس، هذه لم تقع بعد. وهناك أشراط كبرى، أول هذه الأشراط ظهور المهدي، وهو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من أولاد فاطمة رضي الله عنها
من نسل الحسن رضي الله عنه، يصلحه الله عز وجل في يوم وليلة، ويمكن الله له، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وجاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة الكبرى، وأنه سيصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الظاهر من مجموع الأدلة أنه المهدي، ولكن ليس هناك نص قطعي في ذلك، يعني ليس هناك نص قطعي بالتصريح بذلك، أي بأنه سيصلي خلف المهدي، وإنما الذي يظهر من مجموع الأدلة أنه هو. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية جملة من الأخبار في إثبات المهدي، وأحاديث المهدي متواترة. إذن الأحاديث التي جاءت في المهدي أحاديث متواترة. الأحاديث المتواترة هي التي رواها الجم الغفير عن الجم الغفير من أوله إلى منتهاه، مستندون في ذلك الحس، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني إيه؟ يعني مثلا الطبقة الأولى من الرواة حوالي مثلا 20-30 واحد، الطبقة الثانية برضو حوالي 20-30 واحد، وهكذا. ومستندهم الحس، يعني يقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العدد الغفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، لذلك فهو حجة. من ينكر خروج المهدي فهذا جاهل أو مبتدع، وأحسن أحواله أنه جاهل، لأن الأحاديث في إثباته أحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. الشيعة عندهم بدعة من اختراعهم، وهي زعمهم أن محمد بن الحسن العسكري، وهذا عندهم هو الإمام الثاني عشر، اللي هم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية، لأن هم بيؤمنوا باثناشر إمام آخرهم محمد بن الحسن العسكري، يزعمون أنه دخل سرداب سمراء وهو صغير، يعني منذ أكثر من 1200 سنة تقريبا، ولم يخرج إلى يومنا هذا، وهم ينتظرون ويسمونه المهدي المنتظر، ويزعمون أنه يجب ألا تقام الخلافة الإسلامية انتظارا للمهدي، لأن الأئمة عندهم 12 إماما ولا يصح أن يكونوا 13. فلما طالت غيبته ماذا يقولون؟ ابتدعوا بدعة أخرى، قالوا إن له نوابا. لذلك نجد من أن آخر يخرج رجل ويقول أنه نائب عن المهدي، وهم يروجون لهذا. وفي يوم احتفالهم بعاشوراء، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه، فهم يفعلون هذا بأنفسهم
سبحان الله، أين عقولهم؟ لا يقال إلا أن هذا هو الضلال المبين. يعني يقولون الأنبياء حضروا ميتم الحسين ويأتون برجل ويلبسونه ملابس ويقولون هذا نوح ويصورونه ويقولون حضر الميتم نوح عليه السلام وهكذا. وفي هذه السنة ألبسوا رجلا لباس الشيطان وقالوا الشيطان حضر الميتم، ويأتون برجل أيضا ويلبسونه لباسا ويقولون المهدي، لقد حضر المهدي الميتم. وكل هذا هم يفعلونه بأنفسهم يضلون به عامتهم، وهذه بدعة وضلالة، بل المهدي هذا يكون في آخر الزمان رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله عنهم، واسمه محمد ابن عبد الله. يمكن الله عز وجل له ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ومن أشراط الساعة الكبرى ظهور الدجال، الدجال الأكبر، المسيح الدجال، هذا الدجال الأكبر، لأنه يدعي الربوبية وسيقول للناس أنا ربكم. والأحاديث أيضا في ذلك مستفيضة أيضا، وهو رجل من بني آدم فيما يظهر، إذن هو رجل إنسي من بني آدم، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية فهي مطموسة، والأخرى أي الشمال ناتئة بارزة، ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن ولو لم يكن قارئا. فصفة الدجال أنه رجل من بني آدم، وهو معيب، يعني صفته معيبة، أعور العين اليمنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يثبت الصحابة رضي الله عنه، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بوصف الدجال حتى نكون على بينة ويقين، فقال ألا إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. لأن الدجال عندما يخرج سيقول للناس أنا ربكم، فيقول صلى الله عليه وسلم الدجال رجل أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهذا الحديث استدل به أهل السنة على إثبات صفة العينين لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله. فالدجال له عين مطموسة والعين الأخرى معيبة، لأنها بارزة ناتئة وليس فيها نور، فهو أعور العين اليمنى. فقال صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، كما أنه أفحج ما بين الساقين، يعني بعيد ما بين الساقين، يعني مشيته معيبة. وكذا أيضا مكتوب بين عينيه، يعني على جبينه، كافر، قال صلى الله عليه وسلم يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، يعني بيعرف يقرأ أو بعرفش يقرأ، سبحان الله، أي يكون مكتوب بين عينيه ذلك. وستكون فتنته عظيمة،
أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي فتنة الدجال. لذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته بعد التشهد الأخير وقبل السلام، فنقول اللهم إني أعوذ بك من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وسمي مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة، والدجال يعني الكذاب، فهو الدجال الأكبر، وهو موجود الآن كما أخبر تميم الداري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصدقه. فهو موجود في إحدى جزر البحر من جهة المشرق، في بحر من البحار الشرقية مكبل بالحديد. وبذلك جاء الحديث في صحيح مسلم، حديث طويل ملخصه أن تميما الداري ركب سفينة مع رجال من قومه وكان نصرانيا، فلعب بهم الموج لعب بسفينتهم ولم يتحكموا فيها حتى أخذهم الموج إلى شاطئ جزيرة، فلما خرجوا منها وجدوا حيوانا أهلب، يعني دبة أهلب يعني كثيرة الشعر، ومن كثرة شعرها لا يعرف قبلها من دبرها، وأخذتهم إلى الكهف الذي فيه الدجال، ورأوه رجلا ضخم الجثة ومكبل من رجليه إلى يديه بالحديد، وجعل يسألهم أسئلة وأخبرهم أنه الدجال. ثم إن الله عز وجل أنجى تميما ومن معه، فرجع تميم إلى المدينة وأسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن ينادي الصلاة جامعة، وأمر تميما أن يصعد على المنبر وأن يحكي لهم ما رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال، وقال لهم إنه قد أخبرني بمثل ما أخبرتكم به، وما من نبي إلا وحذر أمته فتنة الدجال، أعظم فتنة، أكبر فتنة، نعوذ بالله من شر فتنته. إذن هو موجود الآن في بحر من البحور، في جزيرة في بحر من البحور من ناحية المشرق. أين هو؟ الله أعلم. ومن أمره أنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، يعني ما من مكان إلا وسيدخل إلا مكة والمدينة. وفي حديث آخر الطور، ويبدأ أمره بأن يقول إنه رسول الله وإنه المسيح، ثم بعد ذلك يدعي الإلهية، وهو يهودي وأعوانه من اليهود كما قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان، هذه موجودة في جنوب إيران، والآن فيها يهود كثير. يتبع الدجال من يهود أصبهان
70,000 عليهم الطيالسة، وهذا رواه مسلم. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، فهو يكون معه جنة ونار، يعني معه نهران، معه نهران، نهر جنة ونهر نار، فالتي يراها الناس جنة هي نار، والتي يراها الناس نارا هي ماء عذب. ويأتي بخوارق عظيمة يفتن بها الناس، يعني لدرجة أنه يقول للرجل: أرأيت إن أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ ويخرجهم من القبر. وهو هنا ما خرج إلا شيطانين في صورة أبويه. ويتبعه كثير من الناس. يأتي إلى القوم، تكون سرعته على الأرض، تكون سرعته على الأرض كالغيث استدبرته الريح، ولن يترك بقعة من الأرض إلا ويطأها وينزل بها. فمن كفر به وهم المؤمنون يصبحون ممحلين، يعني يصبحون ليس معهم شيء، يأخذ جميع ما معهم. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، وهنا الشيخ ذكره عند خروج يأجوج ومأجوج. نذكر الجزء الخاص بالدجال من الحديث عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، الغداء الوقت الذي يكون بعد الفجر، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. فخفض فيه ورفع، يعني خفض ورفع لمقام الدجال وفتنته، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحقره في شخصه، ولكن يرفع من قدر فتنته وأثرها على الناس، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ظننا أنه قد ظهر وأنه قد اقترب، حتى أنه في مجتمع النخل القريب منهم، فلذلك خافوا منه خوفا شديدا. فلما رحنا إليه، يعني في وقت الرواح، عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، يعني إني أخاف عليكم من الفتن الأخرى أكثر من خوفي عليكم من فتنة الدجال. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أنا خصمه الذي يقيم عليه الحجة،
ومقصده صلى الله عليه وسلم أنه سوف يمنع عنهم شره وفتنته. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يعني فليتولى كل امرئ شأنه، وبما يحفظ نفسه من شر الدجال، والله خليفتي على كل مسلم، يعني الله وليه، الله ولي كل مسلم وحافظه، فيعين علي ويدفع شره. وفي هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم للمسلمين أنه إذا خرج الدجال أن يفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوكلوا عليه في أن يقيهم هذه الفتنة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم صفة الدجال فقال إنه شاب، إنه شاب، يعني شاب، لا كهل ولا شيخ كبير، قطط، شاب قطط، يعني شديد جعودة الشعر، عينه طافئة يعني منطفئة النور لا ترى شيئا، وهذا في إحدى عينيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم برجل من خزاعة مات في الجاهلية اسمه عبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. من أدرك الدجال في زمنه لكي ينجو منه ماذا يفعل؟ فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: فإنها جواركم من فتنته. إذن الحماية من فتنة الدجال أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فهذه الآيات تؤمن صاحبها من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. إنه خارج خله بين الشام والعراق، خارج خله يعني خارج في الطريق بين هاتين الجهتين، بين الشام والعراق. الشام الآن هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هذه هي بلاد الشام. والخلة هي موضع صخور، سيخرج الدجال في الطريق بين هاتين الجهتين. فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني أسرع في الأرض بالفساد، له سرايا ومسالح، يفسدون في الأرض يمينا وشمالا، فلا يخلو موضع من فتنته. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في هذا الموطن بالثبات، أن يثبتوا على دينهم، وألا يخشوا إلا الله، وألا يخشوا إلا الله. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة مكثه في الأرض. قال: 40 يوما، الدجال سيمكث 40 يوما، يوم كسنة،
ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم، يعني يوم كسنة، يوم كسنة يعني لا تغرب الشمس لمدة سنة، ويوم كشهر ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم يعني باقي أيامه بعد ذلك يكون قدرها كقدر أيامنا. فقالوا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني نصلي 5 صلوات فقط، يعني يوم كسنة نصلي 5 صلوات فقط؟ قال لا، اقدروا له قدره. اقدروا له قدره يعني لا تكفيكم فيه صلاة يوم، بل امتداد ذلك اليوم بهذا القدر من الطول يكون حقيقيا. يعني نقدر الوقت ما بين الظهر والعصر قدر كذا، إذا جاء الوقت نصلي العصر وهكذا. ففي كل يوم وليلة يصلي المسلمون 5 صلوات، وهكذا في سنة كاملة، وفي اليوم الذي كشهر، وفي اليوم الذي كأسبوع. قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ يعني إيه سرعته في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني سرعته في الأرض كسرعة الغيم السحاب. استدبرته الريح يعني جاءت الريح من خلفه، وهذا كناية عن سرعته الشديدة تجعله يطوف الأرض كلها في أيام قليلة. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. يؤمنون به يعني ماذا؟ سيدعوهم إلى أنه ربهم فيؤمنون به، ويستجيبون له، أي في جميع ما يأمرهم به. فعندئذ انظروا للفتنة، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. يعني الدجال يأمر السماء أن تمطر له فتمطر بأمر الله فتنة له، ويأمر الأرض أن تنبت له فتنبت بأمر الله عز وجل نباتا حسنا تأكله مواشيهم، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. يعني بعد أن تأكل هذه المواشي ترجع آخر النهار أطول ما كانت ذرى، يعني أسنمه، وأسبغه يعني أكمله وأتمه ضروعا، يعني كثرة اللبن، وأمده خواصر يعني بطونها ممتلئة. والمراد أن من آمن بالدجال ينعم في أرض خصبة ووفرة في الطعام، فترجع الماشية في المساء، فترجع الماشية في السماء في المساء سمينة طويلة الأسنان. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا، يعني يأتي قوم المؤمنين يدعوهم إلى أنه ربهم فيردون عليه قوله، يردون عليه قوله يعني ينكرونه ولا يؤمنون به، فينصرف عنهم أي الدجال، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم،
ممحلين يعني مصابين بالقحط والجد بسبب انقطاع المطر ويبس الأرض، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، كناية عن موت بهائمهم، كناية عن موت بهائمهم، يعني سيكون المؤمنون في شدة شديدة. لذلك المؤمن يستعيذ بربه سبحانه وتعالى قبل أن يسلم من صلاته من شر فتنة المسيح الدجال. ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. من فتنة الدجال أنه يمر بالأرض المهجورة ليس بها بناء ولا زرع، فيقول لها أخرجي كنوزك أي التي خلقها الله فيك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني تخرج الكنوز من الأرض وتكون وراءه كيعاسيب النحل. تعرفون النحل عندما يجتمع في الطيران فهذه تجتمع وتسير خلفه، تتبعه كما تتبع النحل أميرها الذي هو اليعسوب. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، يعني يدعو الدجال رجلا، وهذا عندما يذهب إلى المدينة فهو ممنوع من دخول المدينة فلا يحل له أن يدخلها، لكن عندما يقترب منها سيحدث زلزال، يخرج من المدينة أهلها وفيهم شاب، هذا الشاب ممتلئا شبابا يعني تاما قويا، فيضربه بالسيف، يعني يضرب الدجال هذا الشاب بالسيف، فيقطعه جزلتين يعني قطعتين منفصلتين رمية الغرض، يعني يجعل ما بين القطعتين مقدار ما بين مكان رمية السهم وبين الهدف. ثم يدعوه الدجال فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. انظروا الفتنة، قطعوا نصين وبعد ذلك يدعوه لأنه هو يزعم أنه يحيي الموتى، فالله عز وجل بأمره يحيي هذا الشاب، فيقبل عليه ويتهلل وجهه يضحك، يعني استنار وجهه من الضحك، فيصير حيا بعدما كان ميتا، وهذا من الخوارق التي أمكن الله الدجال منها للفتنة، فتنة واختبارا، وليتميز الخبيث من الطيب. جاء في الصحيحين أن الدجال يقول للناس أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييتم هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. وهذا الشاب من خير الناس يومئذ كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستوي الشاب قائما ثم يقول له الدجال أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنت الدجال كما قال له. وهذا الشاب سيقول للناس يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ لا يمكن منه،
ويقول هذا الشاب: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا، يعني يستطيع ذبحه، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، يعني أمام الناس يقذفه في ماذا؟ في النار، النهر الذي معه نار، فيقذف به، فيحسب الناس أنه أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا ما جاء في الدجال، ففتنة الدجال هذه فتنة عظيمة جدا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. وهذا الدجال ستكون نهايته على يد عيسى بن مريم عليه السلام. لذلك من علامات الساعة الكبرى التي نؤمن بها نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويصلي مع المسلمين خلف إمام منهم، كما ذكرنا الظاهر أنه المهدي، حيث كانوا يصفون الصفوف لقتال الدجال. الدجال سيأتي معه 70,000 من اليهود، وسيحتلون بيت المقدس، والمهدي ومن معه من المسلمون يعدون العدة لقتال اليهود، لقتال الدجال ومن معه من اليهود. ثم يطلب المسيح عليه السلام الدجال فيدركه عند باب لد، يعني سيدنا عيسى عليه السلام سيأخذ رمحا ويذهب ليقتل الدجال، فعندما يراه الدجال يهرب منه، كما في الحديث الذي ذكرناه من تكملته، يقول: فبينما هو كذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. المنارة البيضاء الآن هي مئذنة بيضاء شرقي دمشق. يقول صلى الله عليه وسلم: بين مهرودتين، يعني ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران، وهذا كناية عن جمال ملابس عيسى عليه السلام، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، لأن الملائكة هي التي سوف تنزله من السماء إلى الأرض، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني إذا خفض عيسى عليه السلام رأسه تنزل منه قطرات الماء سريعة، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني نزل قطرة بعد قطرة، والمراد أنه يتحدر منه الماء أو العرق على هيئة اللؤلؤ في الصفاء والحسن، وهذا كناية عن جمال عيسى عليه السلام وحسن خلقته مع جمال ملبسه. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، أي إن الكفار لا يقربونه، وإنما يهلكون عند رؤيتهم لعيسى عليه السلام ووصول نفسه إليهم،
حفظا من الله تعالى له وإظهارا لكرامته، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني نفسه عليه السلام ينتهي إلى مسافات بعيدة بمثل بصره، فيطلبه يعني يطلب المسيح الدجال، المسيح عليه السلام يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، يعني يطلبه ويتبعه ويتتبعه حتى يدركه بباب لد. باب لد، لد هذا اسم قرية من قرى فلسطين في بيت المقدس، فيقتله عيسى عليه السلام، وبذلك تكون نهاية الدجال الذي هي الذي فتنته أعظم فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قتل الدجال تقوم الملحمة الكبرى مع اليهود، فحينها يقتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، ويقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه البخاري ومسلم، واليهود يعلمون ذلك، ولذلك يكثرون من زرع شجر الغرقد. وعندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبلها، فلا يقبل من النصارى إلا الإسلام، وتحكم الأرض بشريعة نبينا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني يحمل الرجل زكاته، يبحث عمن يأخذها منه لا يجد أحدا، لأن الله عز وجل سيجعل البركة في الأرض، يعني إذا نزل المسيح عليه السلام. هذا من علامات الساعة الكبرى. العلامة التي بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد. نستكمل إن شاء الله تعالى من كتاب الفقه الميسر، وكنا نتكلم عن فقه النكاح ووصلنا إلى الرجعة، يعني تكلمنا عن أحكام الطلاق، ومن الأحكام المتعلقة به الرجعة. الرجعة لغة المرة، من الرجوع، شرعا إعادة المطلق زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. يعني إيه؟ يعني واحد دخل بزوجته طلقها، قال لها: أنت طالق. فعندما قال لها أنت طالق، فهي بذلك تستقبل عدتها
كما قال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. طيب العدة دي بالنسبة للمرأة التي تحيض ثلاث حيضات، المرأة التي لا تحيض كيائسة أو صغيرة ثلاثة أشهر، هذه اسمها عدة. فالرجل في هذه الفترة يملك أن يراجع امرأته بدون عقد جديد ويرجعها إليه كما كانت بدون عقد، كما كانت قبل أن يرمي عليها كلمة اليمين. يعني مثلا قال راجعتك كده، خلاص رجعت، وهذا في فترة العدة دي اسمها الرجعة. إذن الرجعة تعريفها شرعا إعادة المطلق زوجته المطلقة طلاقا غير بائن، طلاقا غير بائن كما سنبين، طلاقا غير بائن. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا واحد طلق زوجته الطلقة الثالثة، ده اسمه طلاق بائن. في الحالة دي الطلقة الثالثة يبقى طلاق بائن، بينونة كبرى، لا يملك أن يراجع، ما يفيش خلاص بقى اللي كان ليه. ونقول إن العدة هنا ثلاث حيضات وانت ترجعها في أي وقت، لا خلاص ما عادش ليك الكلام ده، خلاص بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك. ولو طلق في يوم من الأيام وعايزين يرجعوا لبعض، يرجعوا لبعض ويتجوزوا تاني بعقد جديد. يبقى دي اسمها إيه بقى؟ الرجعة دي تكون في طلاق غير بان. إيه الطلاق غير بان؟ طلقة أولى، عشان كده اسمها طلقة أولى رجعية. طلقة ثانية اسمها طلقة ثانية رجعية، يعني يملك الزوج أن يراجعها. فيقول إعادة زوجته، إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد، وهذه مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. حق الرجعة ده للزوج، وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. يعني المقصود بالرجعة. وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها. وأجمع العلماء على أن من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة. ما الحكمة من الرجعة؟ الحكمة واضحة، أن يعطى الزوج فرصة. إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم، لأن ممكن إنسان يحصل منه غضب، يحصل منه عجلة، وبعد كده لما يفوق يندم، فربنا سبحانه وتعالى بيديله فرصة. الرجعة تصح بشروط: أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج. خلي بالك الزوج الحر، الحر يعني إيه؟ يعني مش عبد، ده يملك ثلاث تطليقات. يعني مثلا زينا احنا مفيش عبد دلوقتي، يبقى الزوج بيملك كم طلقة؟ ثلاثة. طب والعبد؟ العبد يملك طلقتين.
فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني واحد قال لزوجته في طلاق لم في طهر لم يمسها فيه أنت طالق، دي طلقة أولى. هنا المرأة يلزمها العدة، وهو من حقه الرجعة، ممكن يراجعها في الفترة دي، وليس شرطا رضا الزوجة. يعني ممكن الزوجة تقول له طب أنا مش راضية، لا يشترطون رضاها، اللي يملك الرجعة الزوج. قال سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، أن تكون المطلقة مدخولا بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها. خلي بالكم، يبقى هنا مين بقى المطلقة اللي يملك الزوج يراجعها المدخول بها؟ طب المعقود عليها، معقود عليها لا ما يملكش الرجعة. ليه ما يملكش الرجعة؟ لأن غير المدخول بها ليس لها عدة، هي طلقة واحدة خدتها يبقى خلاص كده ما عليهاش عدة. طب عايزين يرجعوا لبعض، عقد جديد، عقد جديد بشروطه، ويرجعوا لبعض وهم مطلقين طلقة، يعني هو طلقها طلقة اهو، هيعملوا عقد جديد، يبقى يعقد ويبقى زوجته بس فاضل له ايه؟ طلقتين، فاضل له طلقتين، يبقى المدخول بها. وخلي بالكم الحكم ده في فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. المدخول بها دي عليها عدة لو اتطلقت، والزوج بيملك ثلاث تطليقات. طب غير المدخول بها دي طلقة واحدة، لأن دي ما عليهاش عدة، خدتها ممكن تتجوز بعد ساعة. طب والزوج يراجعها؟ لا ملوش عليه حق عليها حق الراجعة، إنما عايزين يرجعوا لبعض يبقى عقد جديد، يرجعوا للولي ويعقد لهم عقدا جديدا. تاني شرط أن تكون المطلقة مدخولا بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير مدخول بها لا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات يعني تزوجتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل أن يدخل بها ويجامعها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. خلاص ما فيش إيه، فيش عدة. ثالث شرط أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجع، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاه. يعني إيه الخلع؟ يعني ما يكونش خلع، لأن الخلع ده بيكون بعوض، طلاق على عوض. فواحدة بتقول له أن طلقني طلقني ومش عايزة منك حاجة، يبقى ده اسمه الخلع. طب تم الخلع برضو ما يملكش الرجع عليها. عايزين يرجعوا لبعض بعد العدة بعقد جديد، أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد زي النكاح بدون ولي. لازم يكون النكاح صحيح، نكاح صحيح يبقى فيه ركنين الإجاب والقبول، وفيه خمس شروط. النكاح اللي بدون ولي ده نكاح فاسد، يبقى ما تصحش فيه الرجعة. فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق، لأنه فرعه، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. خامس شرط أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. أن تكون الرجعة منجزة، يعني ما تكونش معلقة، يعني ما يقولش إذا حصل كذا فقد راجعتك. تحصل الرجعة باللفظ،
يقول راجعت امرأتي، رددتها، أمسكتها، رجعتها. وتحصل أيضا بوطئ الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها، يعني وطأها وفي نيته إن هو كده بالوطئ ده رجعها. وهذا مذهب الإمام مالك، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيها خلاف. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول هذه رجعة مطلقا، يعني لو جامعها وما فيش في نيته إن دي رجعة يبقى رجعة برضه. والإمام أبو حنيفة يقول لو قبلها أو احتضن أو حضنها هذه رجعة. ثم بعد ذلك يستحب أن يشهد بالقول، يعني جيب اتنين شهود وقول لهم اشهدوا أن أنا طلقت زوجتي أول طلقة وأن أنا رجعتها. ومن أحكام الطلاق الرجعي المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، خلي بالك دي زوجة، ما دامت في العدة لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له ويخلو بها ويطأها، ويرث كل منهما صاحبه. خلي بالك من ديت، الراجل لما يقول لمراته أنت طالق ودي الطلقة دي رجعية، خلي بالك هي زوجة، هي زوجة تقعد في البيت ما تطلعش من البيت. طب تزين له؟ اه تزين له. طب تنام جنبه؟ اه تنام جنبه. طب يريدها؟ يريدها نعم، لا تمتنع منه. خلي بالنا من الاحكام ديت، ان في ناس بتظن انه طالما رمى عليها مين الطلاق خلاص تقوم واخده حاجتها وماشيه رايحه بيت اهلها، او انها تمتنع منه وتلبس الحجاب قدامه وتقول ما يشوفنيش وغير ذلك. لا، خلي بالكو هي زوجة. طيب مات الزوج، هي زوجته ترثه، طالما مات في العدة ترثه، ماتت هي في العدة يرثوها. لا يشترط في الرجعة رضا المرأة، لا يشترط رضاها ولا يشترط رضا وليها. ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، تعتد بثلاث حيض. خلي بالكم المرأة إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى. يعني إيه بينونة صغرى؟ يعني لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه. تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق زي ما قلنا. يبقى هترجع، اتعمل العقد وهترجع، وإيه بقى؟ مثلا تطلق الطلقة، يبقى كده رجعة وهي متطلقة طلقة. فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه، ثلاث طلقات خلاص بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في نكاح صحيح. هذا والله أعلم. تقول المطلقة في العقد عندما عقد عليها عقد جديد هل تحسب الطلقة التي في العقد قبل الدخول أم لا تحسب؟ تحسب. احنا قلنا ايه؟ تحسب، يعني هيتعمل العقد وكده عقد عليها وهي متطلقة طلقة، يعني فضل لها اتنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول يعني يظهر المهدي قبل ظهور الدجال؟ ايوه نعم. وتقول عندي طفل عمره 8 سنوات يتكلم عن النصارى ويرسم الصلبان على الباب، ماذا نفعل معه؟ هذا يحتاج إلى رقية. ارقوه بقراءة بقراءة سورة البقرة عليه. تقول تأخير وقت السنن أقضيها إمتى؟ إذا كان هناك عذر لم يتمكن معه الإنسان من أداء السنة القبلية أو البعدية يصليها في أي وقت يجوز فيه الصلاة. تقول أنا الحمد لله التزمت ولبست الطرحة الطويلة، بس بعض الناس حولها مش عايزين كده. لا تلتفتي، لا تلتفتي، قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.
لا تلتفت لذلك. فقال الله عز وجل في صفة المؤمنين: لا تأخذهم في الله لومة لائم. من صفتهم أنهم لا يأخذهم في الله لومة لائم. طالما أنك تطيعين الله لا تلتفت لأحد ولا لكلام أي أحد. وتقول: ما حكم تعداد الخطوبة؟ وهم شايفين الحجاب الشرعي ده مرتبط بالزواج وإنه مكبرني جدا. هذا كلام غير صحيح، فالذي بيده الأمر هو الله عز وجل. فالعفاء عليك أن تطلبي من الله سبحانه وتعالى خير الأمرين، وأن يقدر لك الخير حيث كان ثم يرضيك به. اللهم المستعان، نكتفي بهذا. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.